ولتسليط الضوء على المشهد السوري ومعاناة النازحين في المخيمات، معنا من مدينة أنطاكيا التركية الناشط الحقوقي السوري رضا سطيف. مرحبا بك معنا سيد رضا. مساء الخير سيدي كريم، لك أهلا ولجميع بك، الأخوة المتابعين. حياكم الله. مأساة مستمرة للنازحين في مخيمات اللاجئين السوريين، والسؤال يدور عن المسؤول عن استمرار هذه المعاناة للسنة العاشرة تقريبا. سيدي كما ذكرت حقيقة هي مأساة لمدة 10 سنوات لم تضع رؤية حقيقية لحل هذه المأساة. في كل عام يكون الأمر بمجرد إصلاحات أو حلول سريعة، حلول إسعافية، وفي السنة التالية نتعرض لنفس الأمر وأيضا تكون الحلول إسعافية وتكون الحلول سريعة. أكثر من 140 خيمة تدمرت وشردت عائلاتها خلال هذين اليومين الماضيين. الآن نحن أمام منخفض جوي شديد البرودة، لا نعرف وليس هناك أي خطة، ليس هناك أي ترتيب مسبق لإيواء هذه العائلات أو لتلافي الأضرار، لتلافي الكارثة التي ستقع حقيقة على هؤلاء المقيمين في المخيمات. طيب، ألا توجد أموال مخصصة لإغاثة اللاجئين أو مؤسسات تقوم بهذه المهمة ويعني تستعد على الأقل لذلك في كل شتاء؟ نعم سيدي الكريم، هناك بعض المنظمات الفاعلة، منظمات المجتمع المدني، لكن هذا الأمر لا يكفي. بالإضافة إلى أن هذه المنظمات رغم أنها تقوم كما تدعي بما تستطيع، إلا أن إدارة هذه الأمور تكون فيها من الأخطاء الكثير. هذا الأمر لا يحل عن طريق منظمة أو منظمتين أو بعض المنظمات حتى نكون منصفين. هذا الأمر بحاجة لبرنامج برعاية دولية، برعاية عربية تكون وراءه دول، يكون حقيقة برنامج نقطع به هذه الكارثة بشكل نهائي حتى لا نعود لها في كل عام كما تكرر معنا السيناريو. نعم. طيب، في ضوء ما يحصل، من المسؤول من الناحية القانونية عن معاناة اللاجئين؟ سيدي الكريم، المسؤول من الناحية القانونية لن نعود لنفس الكلام، فنظام السوري هو المسؤول في الدرجة الأولى، إضافة للداعمين له، إضافة للمجتمع الدولي الذي يعتبر هو المسؤول الأول والأخير الذي سمح لما حصل للسوريين أن يحصل. فلو كان هناك ردع حقيقي من قبل المجتمع الدولي لما كان هناك لاجئين وما كان هناك نازحين، ما كانت هذه الكوارث، تركوا هذا الشعب يموت بأشد وأعتى وسائل القتل. حتى عندما هجروهم لاحقهم الموت ولاحقهم القتل، لكن بطرق مختلفة، وهي بالصورة السلبية بناحية التقصير في خدمتهم من الناحية الطبية. في الأحوال العادية كانت الأوضاع سيئة من الناحية الطبية، من الناحية الإغاثية، من ناحية الحياة المعيشية، عداك عن ظل المعيشة في هذه المخيمات والإهانات وانعدام أدنى متطلبات الحياة فيها. نعم، المشكلة الكلام يطول في هذا المجال، لكن حقيقة تعجز الكلمات عن وصف ما يحصل. والأمور لا تحتمل موجة نزوح جديدة فيما لو جرت عملية عسكرية في إدلب. سيدي الكريم، لا يوجد مكان للنزوح، لم يبقى مكان لتنزح عليه للناس، فالناس أسلمت أمرها لله فقط. يعني انتهى الأمر. مساحة إدلب وبعض المناطق في الشمال فيها أكثر من 4 ملايين لاجئ، ما يقارب 4 ملايين 800 ألف لاجئ. هؤلاء إلى أين سينزحون في هذه المنطقة؟ وأنت ترى الحال وترى المخيمات بين البيوت بين القرى، لعدم وجود مكان لإيواء هؤلاء الناس، إلى أين ستنزح الناس؟ إلى أين سيذهبون؟ إلى ما هي الكارثة التي حقيقة ستنتظر؟ نعم، هذه الأسئلة كلها في ضوء ما تحدث به مبعوث أمريكا إلى سوريا سابقا حول ترجيحه استمرار الحرب في البلاد، وهذا يعني استمرار المأساة الإنسانية في سوريا، وكما قلت العالم يقف متفرجا أمام ذلك. هل يمكن سوريا أو عربيا أن تكون هناك خطوات على الأقل لمساندة ومؤازرة هؤلاء النازحين؟ سيدي الكريم، أنا تحدثت عبر شاشتكم سابقا، المشكلة أن ما يحصل في سوريا والسوريين هي تصفية حسابات دولية،
وحجار الشطرنج فيها هي السوريين وأرض السوريين ودماء السوريين ومأساة السوريين. نحن ما يحصل بنا هو تصفيه حسابات دولية. لا نعلم في الإدارة الجديدة لأمريكا هل ستكون هناك توجه حقيقي، هل سيكون هناك حلول حازمة، موقف حازم اتجاه هذه القضية، أم أنها ستعود لعهد أوباما التي كان هو السبب أو كان عهده هو السبب في هذه المأساة من الأساس. نعم، أسئلة كثيرة. شكرا لك أستاذ رضا سطيف، الناشط الحقوقي السوري من أنطاكيا التركية.